قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. صدرت توجيهات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا لطيف يحيى احد الناشطين على الفيسبوك ولديه موقع. هذا كان ويا عدي، هو الشبيه، هو شبيه عدي، ناشط الان على الفيسبوك ولديه موقع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وهو يعلن بشكل علني، يوجه نداء منذ عدة أشهر، منذ بداية النزوح باتجاه أوروبا أو الهجرة باتجاه أوروبا، كان يصدر شبه بيانات يومية إلى كل من يسمع ممن يتفق معه بالمنهج والرؤية، أنه ابدأوا جمعوا الوثائق، هيئوا كل المستمسكات، استخدموا الصور، شكلنا مركز معني بجمع وثائق لإدانة الميليشيات ولإدانة ما يعبر عنها بتعابير لا أستطيع ذكرها، اللي هم يسمون بالحشد الشعبي، من أجل تقديمهم إلى المحاكم والجهات القضائية والجهات القانونية في دول أوروبا التي يصلون إليها. وبالتالي هو يعلن هذه القضية طبعا من خلال ارتباطه بمركز العدالة، وبالتأكيد هنالك مراكز أخرى. ما تستغربون من تشوفون يعني منظمات متخصصة، يعني دولي مدنيين، إذا كان لطيف وإذا كان محمد الشيخ، إذا كان ذولي مدنيين، يعني ناس مدنيين، يعني مو تقول مرتبطين بحكومة أو كذا، يعني هذا مكرس، هذا يحتاج تمويل، يحتاج دعم، وهذه كلها مراكز مدفوعة الأجر. منين فلوسهم؟ هو نفس الذي يدفع لمن يهاجم الحشد ويتهم الحشد ويعمل بكل ليل نهار، لا يترك شاردة وواردة إلا ويسجلها ويضخمها من أجل تصوير الحشد كميليشيا أو كجهة مضرة، وجودها مضر غير نافع، تابعة إلى أجندات معينة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.